استاذ علاء السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. ماذا يدور في نادي الزمالك يا استاذ علاء؟ يدور في نادي الزمالك طبعا، هنبتدي من المباراه ولا نبتدي من مؤتمر باتشيكو ولا من الحدث الاخير؟ والله زي ما انت عايز. احنا دلوقتي كنا عرضنا صوره انفراد جلسه باتشيكو مع طارق حشيش في الفندق الساعه 12 الظهر، والذي اتم فيها كافه الامور. كارتيرون انت كارتيرون كارتيرون مع افتر الراجل صعب. بيني ما بينك بعد المؤتمر الصحفي صعبان عليا قوي على بصراحه. لا احنا عملنا النهارده انفراد يا استاذ عبد الناصر. خليني بس اكمل لك حاجه. ان اتكلمنا في قعده طارق حشيش مع كارتيرون وانفردنا تفاصيل عقد 120 ألف دولار صافي الضرايب. خد 3 شهور مقدم، كامل عقده سنة ونص لن يتحمل الزمالك منه مليم واحد. المفاجأة اللي أنا انفردت بيها، ربما ما كنت سمعتها، إن لغاية قبل الماتش باتشيكو ليه شهرين وكسر له الثالث زائد 4. أنا هتكلم بقى، اديني فرصة. لا أنا ماشي، ما أنا هقول معلومة بس صغيرة. ان الراجل رايح الماتش ليه 3 شهور او شهرين وكسر له الثالث، و4 شهور شرط جزائي، ففي المؤتمر الصحفي لم يتخيل ان ممكن تتواجد له الفلوس، بالاضافه الى ان هو اتكلم بمصداقيه وكان في مؤتمر صحفي عالمي واقوى مؤتمر عمله من اول ما جه الزمالك، سواء الولايه الاولى او الولايه الثانيه. راح الفندق، حصلت مفاجاه، الكل قفل التليفونات، حالة من التخبط الرهيب، محدش عارف باتشيكو قاعد للترجي ولا ماشي فورا، كارديرون مصيره ايه. انا كلمت ناس، جالي تليفون كذا 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 كذا، اطلع يا فندم اقول الكلام ده، قالوا لي اطلع قوله، بس البيان لسه ما طلعش، قالوا لي اطلع قوله والبيان هيطلع بعد ما تخلص او اثناء ما انت بتتكلم. فعلا خدت الكلام ثقة ورحت طالع، الناس كلها مش عارفة المصيرية، طلعت على فيسبوك بالظبط 7-8 دقايق، كارديرون مديرا فنيا من باكر وباتشيكو خارج الزمالك، وان الراجل راح الفندق ليه كامل فلوسه مع جواب شكر. انا خلصت اللايف بعديها ب10 دقايق، الزمالك طلع البيان. انا مش بقول لك كده، كان اقول لك انا انفردت يا صديقي المشاهد، لا انا بقول لك انا بقول لك هو ده انفراد طبعا ليا، ولكن انا باكد لك معلومه قلتها لاخويا علاء حمام امبارح، بيقول لي يا ريس يعني انت الموضوع غريب، قلت له ما يتحكيش. النهارده قلت لك الارقام كبيره قوي، قلت لي الموضوع ما يتحكيش. يا راح علاء النهارده، علاء خد الكلمه امبارح على اوائلها، النهارده قال لي انا صدقتك، قلت له يا عم علاء الليله دي لو اتحكت تتحبس فيها ناس، مش عشان فيها حاجه غلط، لان بص الليله دي على الزمالك ان يفرحوا، اللي حصل ده وان كان غاضب جماهير الزمالك وانا معترض عليه، لان انا ضد التغيير اللي مش في مكانه، واحنا مع جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك كان عايز باتشيكو يقعد، فاحنا مع الجمهور. لكن السيناريو اللي حصل يطمنك، الايجابي فيه يطمنك ان في ناس اقوى مما تتخيل حاميه الزمالك. اتفضل يا عم علاء. اول حاجه انا بحيي حضرتك طبعا على الكلام اللي انت قلته، وانت الوحيد اللي دخلت في طريق محدش دخل فيه خالص. لو جينا كده بالراحه حسبنا الارقام اللي اتدفعت في خلال ساعه، $1,000,000. برافو عليك. معلم والله. $1,000,000. انت حد باتشيكو قفش فوق 600 وكسور 550 بالظبط. والباشمهندس كارتيرون 3 شهور في 120 360. وباتشيكو كان ليه شويه مكافئات. ايوه. هو $1,000,000. برافو عليك معلم. $1,000,000 اتدفعوا في ساعه. برافو عليك. وكاش. يبقى اذا احنا كده دخلنا في سيناريو ما بعيدا عن الخيال، بس خلينا اوضح حاجه، ان ال 360 بتوع كارديروان ممكن ما يكونش خدهم النهارده، يعني ممكن خدهم دلوقتي، انا بكلمك هو خدهم. ايوه ما انا فاهم. الليله كلها الحبشكلانات دي زي ما قال علاء جملها لكم بمعلمه، الليله كلها $1,000,000 لنادي ما فيهوش 100 جنيه. بس $1,000,000 يا باشا بالسلامه.
والزمالك عمل انفراد ما حصلش في تاريخه من يوم ما اتعمل من 1911، انه مشي مدرب متصدر دوري ما حصلتش غير مره واحده لما مشينا بنجاده وفاز بالدوري. ده تاني حدث يحصل في تاريخ الزمالك، تاني حدث يحصل. احنا يا استاذ عبد الناصر احنا مع الجمهور، وبحيي كابتن مصر وكابتن الزمالك اللي اتكلم في وقت الناس كلها سكتت فيه، حازم امام الكبير، بحييه من امبارح وانه دافع عن الزمالك واتكلم عن الزمالك وبيتكلم بفنيات والجمهور معاه. والسؤال بس البسيط اللي انا بساله هو، لا قدر الله، لا قدر الله، لو ما عرفناش نفوز على الترجي يوم الثلاث، هندفع شرط الجزاء الكابترون ونمشيه ولا هنعمل ايه؟ هو ده السؤال الوحيد اللي اللجنه ما سالتوش لنفسها. هو الكوره مش وارد فيها كل حاجه؟ دلوقتي انا مشيت مدرب متصدر دوري وعنده لسه امل وطموح انه يطلع من دوري المجموعات يصعد. انا جيت يوم الثلاث ونزل كابترون وما فزتش على الترجي، همشي كابترون؟ لا. هعمل ايه ساعتها؟ هو ده سؤال، ده اللي بيدير ده مش يسأل نفسه؟ هو ده سؤال. علاء، ممكن استسمحك في حاجة وعشان خاطري أعديها؟ لو سمحت، لا تقف عند مين جاب كارديرون ومين مشى باتشيكو أرجوك. خلاص ماشي. بص هنظلم. لا بص، هنظلم اللجنة وشكلنا هيبقى بايخ، لأن مش هنقدر نقول المعلومات اللي عندنا. خلاص ماشي. دلوقتي الراجل باتشيكو مشي، وانا من وجهه نظري ماشي مرفوع الراس، ده رايي. راجل عامل مباراه، عامل موسم الفتره بتاعته جيده مش وحشه. راجل بيادك متصدر دوري وعندك طموح لسه بدوري المجموعات ومشيت. جه كارتلون، مش كارتلون مسك الزمالك. احنا طبعا اتمنى له النجاح، احنا يهمنا الزمالك، يعني احنا يهمنا الزمالك. ولكن انا الاسئله اللي انا سالتها دي هو الجمهور بيسالها. انا يوم الثلاث لو لم اوفق مصير كارتيرون ده ايه؟ خلاص كارتيرون مسك ونزل بكره التدريب وجاب. لا لا لا، هيوفق. تمام. لا لا هيوفق، سيبك من كده، سيبك من توقع ان كارتيرون ما دام الاستاذ عبد الناصر اداك ختم التوفيق. لا، اقول لك على مفاجاه. اقول لك هيوفق ليه؟ انت هتشوف ماتش عالمي يوم الثلاث وتقول عبد الناصر معلم وسابع عصره. الزمالك لو ما لعبش ماتش عالمي هبطل لك اعلام. بكره الصبح الجمعه وصولا ليوم الاحد اللعيبه. اسمع بس، يبقى انت كده بتتكلم في بنوك يا بيه. اسأل، بقول لك من بكره الجمعه للحد حصر تام، وما فيك لاعب يوم الاثنين في المعسكر مزاجه مش في السماء يا معلم. انا بقول لك الزمالك بص، هو انت اللعيبه النهارده اللي فايزه 2-0 ومروح بتتفرج علينا دلوقتي سامعه كلمه مليون دولار جه في منت زي العضويه بتاعتك في منت. ده طلع ببلاش بقى، سيبها على جنب، انت كده بتتكلم في ارقام خياليه. بقول لك الموضوع ده على جنب. بص، هو انت ايه اللي بيقوي قلب الادارات؟ المال. طبعا. واخد بيقوي قلبك انت كمان. بص يا حبيبي، بقول لك انت بص، كارديرون جاي في ضمن مشروع وليس تغيير مدير فني. انا بقول لك لحظه بس اكمل. ايوه ماشي، ما تخلص. ساسي جدد، انسى، مش هيجدد. ساسي جدد. انا كنت اسالك السؤال ده يا بيه، جدد ناقص الاعلان، اشتري دماغك. انا بقول لك ساسي جدد، وبن شرقي اتظبط، واسمع اللي جاي دي كمان، واتنين لعيبه تن ستار على الموسم الجديد كارديرون جايب اساميهم في جيبه. انت عارف بتفكرني بالفيلم بتاع الفنان اسماعيل ياسين لما لقى الفانوس قال له احلم. احلم يا مصطفى. هو دلوقتي مين اللي سبع عصره لما قلت لك النشفان؟
انت بعديها بقى الميه لما نزلت المواسير. قلت لي بعديها الزمالك شاف فلوس الناس قاعده تتريق عليا، قلت لك دور عن نشفان، قعدنا نضحك انا وانت فيها 6 شهور. بعد الست شهور النادي فلس ولا ما فلسش؟ لا بلاش كلمة فلس. لا يا انا اسف على كلمه فلس، النادي دخل في معاناه ماليه ولا لا؟ معاناه ماليه. ماشي عشان نحترم بلاش كلمه فلس بحسابها وبتاسف عنها. النادي دخل في، انا بقول لك النهارده بص، الوزير يبحث تغييرات إدارية موسعة في الزمالك، إما برحيل ناس من اللجنة أو زيادة أعداد في اللجنة. اسمع كلامي عشان تبقى عارف الخطة والورقة جاية متكاملة إدارية ومالية مع الاهتمام بفريق الكورة. وبطمن باقي فرق الزمالك، لن يكون لواحد مليم في كل الفرق وليس كرة القدم فقط. انا عارف المعلومات بتاعتي جايبها منين، في طلعت كده من المكتب خطة انقاذ بجد ووراها ملايين بجد، واخضر يا باشا ما فيهاش مصري.